أستاذ أحمد. أول عنوان ليك برضه عنوان مش مش سهل يعني. محمد عبد المنعم والشناوي وحقيقة ما دار بينهما بعد مباراة المصري. طبعًا إمبارح النادي الأهلي حقق فوز كبير جدًا مم. قدام المصري أربع أهداف يعني بعد طبعًا السوبر بعد المباراة يعني أول ما الحكم صفر الشناوي وهو خارج نادي عبد المنعم كان فيه بيلومه في كورة معينة يعني كان في كورة إمبارح عبد المنعم دايمًا بيتعامل بثقة فالشناوي بيلومه ده ده بيحصل في أي ماتش يعني. عبد المنعم رد عليه وهو متضايق او يعتبر شوح له ان هو احنا كسبانين اربعه شناوي ولا انت لازم تعلق وخلاص الشناوي ابتدى ان خلاص تجاهله قدام الكاميرات وبتاع بس انا سالت في الموضوع ده وعرفت ان ما فيش اي ازمه يعني في ناس قالت ان عبد المنعم بيصدر ازمات ودايما بيحتكم على اللعيبه وانا بقول لك ان ان عبد المنعم جوه دي طريقته اصلا أوه. يعني هو طريقته مع كل اللعيبه كده يعني عبد المنعم مش اللعيبه ما بتتضايقش منه لا اللعيبه عارفه ان هو دي طريقته وعاوز اقول لك كمان يعني عشان ما نبالغش مش عاوز اقول لك ان هو بيتعامل مع الجهاز الفني كده ولكن هي دي طريقته اصلا كان في تصريح لعبد الزار السقه برضو من يومين قال ان عبد المنعم وهو بيتكلم معاه فاثناء وجوده في فيوتشر قال لك ان انا وانا بتعامل مع عبد مع عبد المنعم بقول له انت لازم تاخد خبرات وبتاع قال له لا انا مش محتاج انا لعيب كويس وبلعب فهو طريقته كده اللعيبه ما بتزعلش منه فا فبنوضح ده بس اه بس يعني عارف, عارف انا كنت لسه بتكلم في النقط دي احمد من شويه وقلت انه بقى في تركيز احيانا مبالغ فيه مع محمد عبد المنعم انه محمد عبد المنعم شاور محمد عبد المنعم مشوح محمد عبد المنعم اتكلم محمد عبد المنعم بيتاوب محمد عبد المنعم بياخد نفسه بقى في تركيز زياده بس برضه زي اللعيبه اللي في اوروبا الطبيعي ان انت بتتكلم مع زمايلك في الملعب وبتزعلوا من بعض ده طبيعي جدا في كل ملاعب العالم يعني اللعيبه بتتكلم بس مع احنا شفنا عبد المنعم أكتر, اكتر من في اكتر من اكتر من لاعب يعني لا أه. مع محمد هاني قبل كده أه. مع الشناوي اكتر من مره مع معلول انا متفق متفق معاك جدا انا اقصد ايه اللعيبه بتاعت اوروبا حتى ليه بيعمل كده أه. واتكلم مع زمايلك أه. عادي بس هو دايما ايده شغاله فهو ده اللي بيخلي الناس, دا الناس دا اللي تركز بيخلي. معاه. هو ده اللي معاه ففعلا هو ده بيحصل بس عبد المنعم دي طريقته اصلا وعايز اقول لك ان هو بيدخل جوه اوضه اللبس آه ممكن هو في ناس شوية بتعتذر لحد بتعيط هو فعلا نفس الطريقه عبد المنعم لعيب يعني متربي جدا وطيب جدا شخص <applause> يعني بيعيط فعلاً. فعلا في ناس يعني بيزيزي. في ناس وهي بتعتذر لحد صح صح بتعيط عارف انت في ناس بيحصل معاها كده صح؟, صح, صح لا في ناس بتعمل في ناس وهي بتعتذر اصلا بتعيط هو اللي انا اقصده ان شخصيته شخصيه هو مؤدب جدا ومحترم جدا ودايما بيعتذر انت بتقول لي انه مفيش مشكله حصلت مفيش مشكله اصلا وكل حاجه بتحصل اللعيبه فاهمه ده ما حدش بيزعل منه يعني الشئ ما بيخرجش زعلان はい。はいはい